اقرأها لنا بقراءتك الددة أنت، عنوان القصيدة، القراءة المعروفة لاعتقال إذاعية لاعتقال. اسمع أخي، سأقص عما قد جرى، طرق اللصوص بيوتنا غب الكرى. كان المؤذن يا أخي يدعو الورى، الله أكبر، فالصباح قد أسفر. لكنهم كانوا هناك بجيشهم وكلابهم تعوي وتنبش في الثرى. جاءوا كعاصفة الجراد من المدى، تجتاح في الظلمات نبتا أخضرا. هتكوا البيوت بخيلهم وبرجلهم، واستجوبوا حتى الشقيق الأصغر، حتى دم الأطفال، الله، حتى مصحفي ظن الكلاب به سلاحا مشهرا. الله الله، ما عجب الجبار، يملك عسكرا لكنه يخشى التراب الأغبر. الله الله، في أحرف الكلمات يسمع نعيه، فيخال في الأحداق موتا أحمرا. كاللص يضرب في متاهات العمى خوفا، فيحسب كل شيء مبصرا. الله الله، أنا يا أخي سأظل مثلك صامدا، أنا لن ألين لمن طغى وتجبر. الله، إن يقهر جسدي فإن إرادتي أقوى من الليل المخيم في الذرى. سيقول للجلاد إنك مجرم، ويذيع في كل المخافر محضرا. وسيشرب العملاء نخب شهادتي في قصرهم، وكأنهم ملك البرى. لكنني أدرى بأن قضيتي ستظل للأجيال دربا نيرا. الله، أنا ما أردت سوى الحياة عزيزة. أيوة، أنا ما وردت سوى العقيدة مصدرا. أحببت للأشجار زهرا يانعا، ولشعب هذه الأرض خبزا أوفرا. أنا هكذا. فهل الحياة جريمة أم أن حب الأرض أصبح منكرا؟ الله الله، لهفي لهفي على الوطن المعذب في الهوى. أيوة، لهفي على الشعب المكبل في القرى. الله، لهفي على السارين في بحر الدجى، يستبشرون كأن فجرا أشقر. الله، لله فتيان الطليعة، ويحهم ما كان أجمل، ما أعز وأصبر. الله، ساروا إلى جبل الكفاح، وخلفوا في كل بيت دمعة وتحسرا. لم يطلبوا الدنيا ولم يتنكروا، حين المنافق للعهود تنكرا. ومبادئ البعث العظيم سلاحهم، لا يبتغون بها حديثا مفترا. والحر لا يرضى الهوان لشعبه، والأرض علق لا يباع ويشترى. وإذا الطغاة على البلاد تألبوا، لا بد من بعث لكي تتحرر. الله الله، لابد من بعث لكي تتحرر. أي مقاطع من هذه القصة. إذن في